أنا بالنسبة إلي النجاح هي 99% منها فشل. لينجح الإنسان لازم يفشل كذا مرة، بس هي متابرة بالعمل ومتابرة دائما على طول. الواحد ضل يحاول ليوصل له، ما في شيء مستحيل، الإنسان بيقدر يوصل. أنا كنت مدير مصنع، المصنع هيدا حبيت المادة هيدي الفوم اللي هي ستايروفوم، حبيتها وكان حلمي إنه أفتح شغل لي، مش أكون مدير مصنع أنا بس. اللي دار زايد لا تقرب حماها، لا تقرب منازلها إلا محب، زايد أساسها واليوذن وراها، داروا على الدانات سبع أبد. المهندس اللي عندي كان أبضاي يعني بشغله، كان بيشتغل كويس. الارتست تيم، الارتست تيم السي ان سي اللي بيشتغل على المكان الكمبيوتر، هود التيم هن اللي عم بيساعدوني انا لو افاجئ. انا بدون تيم تابع ما فيني انجح. نحن أكثر شيء مجالاتنا الشركات اللي نتعامل معها هي الإيفنتس، شركات التسويق. نحن اشتغلنا في لمتحف اللوفر، اشتغلنا مشروع كبير له. اشتغلنا هلا جديد عم نشتغل بالجومانجي، عم نسويها هلا. وام الشيوخ اللي الله رعاها، ربت قروب للوطن هم سنة، ولا تذكر الفزعات الا طراها، مداتها بالعطايا هي تسج، وابو خالد هلا هون عندنا قسم الفايبر جلاس. نحن بنصنع جميع الاشكال من الحيوانات. هلا عندنا هذا جمل قاعد، في عندنا جمل هنيك، هيدا واقف الجمل جاهز بس بتلون، بده تلوين. هذا حصان العربي كمان الاصيل، هذا بده تلوين بعد. هذا حصان جاهز للزبون، زبون بده اياه هيك، حاط عليه علم الامارات وعلم بريطانيا. هدول غزلان معمولين للشو اسمه للكريسماس ونيير. عندنا هذا الأسد جاهز وفايبر جلاس برضو، هيدا بده تلوين بعدين بتزبط. عندنا الجندي هيدا اللي هنيك اللي بالآخر، هيدا برضو فايبر جلاس معمول لزبون جاهز بده تفنيش وبتسلم لزبون قريبا. في عندنا جميع القوالب نحنا للفايبر جلاس، في عندنا طبقات من الفايبر جلاس، أي شكل بطلب زبون. عندنا الكروكودايل، عندنا التيرتل، السلحفات موجودة عندنا كمان. شو بطلب الزبون؟ نحن اول شيء بنسويه بستايروفوم على الكمبيوتر، بعدين بنطلع منه قالب ومن بنصب عليه الفايبر جلاس. لازم نضلنا نطور نفسنا، نحن منتج جديد، خدمات احسن، تسهيلات بالدفع للزباين. هيدي هي بنقدر نكسب السوق بالطريقه هيدي. عشت بدولة الإمارات كأني عايش بدولتي هون. أنا اللي بتمنى الأمن والأمان لدولة الإمارات، وبتمنى طول العمر لشيوخنا الأعزاء.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلئ الاتحاد. وكما عودناكم دائما باستضافة شخصيات استطاعت النجاح والتميز في مجال عملها، رحبوا معي بالمدير التنفيذي لمصنع فوم للديكور السيد باسم أبو ناصر. البداية أسعد الله أوقاتك. مرحبا. يعني سيد باسم، لو أردنا أن نتوقف عند أبرز المحطات العملية التي مررت بها منذ دخولك إلى داخل دولة الإمارات. أنا جيت دولة الإمارات بالسنة 76، اشتغلت بشركة، بلشت بداية بسيطة، يعني أول شيء جيت دبي، بعدين انتقلت على العين، اشتغلت بشركة بالعين بالمبيعات، بعد ما اشتغلت بالعين انتقلت أبوظبي، انتقلت بعدين رجعت على العين، بعدين رجعت جيت على الشارجة، فتحت اشتغلت كمدير مصنع بالشارجة، اشتغلت فترة من 90 للـ 2000، بعد 2000 بدينا مصنع، فتحنا مصنع أنا وشركاء من 2000 لـ 2015. يعني سيد باسم، دائما هناك تحديات وصعوبات تواجه أي شخص عند افتتاح مشروع خاص، تعال نتحدث عن أبرز التحديات التي واجهتك. هو الشغل منه هي إن كله تفتح بيزنس أو إنه تشتغل موظف، بس البيزنس تفتحي لازم بده جهد عالي منك، بده مثابرة بالعمل، بده سهر ليل نهار، بده يكون عندك تيم كويس بالعمل ليساعدك بالشغل. والنجاح بيجي شوي شوي، ما بيجي بسرعة، يعني بيجي بتعب كتير النجاح. نعم، يعني سيد باسم، تجسيد الحلم إلى واقع، دائما هناك في استلهام وأفكار تكون عند الشخص. دعنا نستذكر من الملهم للسيد باسم. طبعا بداية كانت بداية بسيطة، بلشنا بست عمال وتطورنا شوي شوي، واجتهدت بمجالي بنفس المجال، كنت أوسع بنفس المجال، بعدين التطور كان بطيء، يعني مش بالسرعة. هو اللي بصير هو إنه الإنسان بصير بشوف معه شوية كبر شغله، بصير بده يشتغل مجالات تانية. أنا لا، سبتت على المجال نفسه اللي هو عم اللاين اللي ماشيين فيه. بس يعني سيد باسم، ما هي الأسس والمعايير التي وضعها لمصنع فوم الديكور؟ هلأ أنا دائما بقول الخدمة الجيدة والسرعة بالتنفيذ والبضاعة الجيدة تتسلم لازمون بالوقت. نحن هون خاصة بالديكوريشن الوقت اللي بيجي زبون فيه وقت قصير جدا، مفروض نحن نعطيه الكواليتي تبع الماتيريال، يعني البضاعة جيدة، وما نفشل معه بالتسليم بالوقت المناسب، لأنه بيكون في عندنا إيفنت سنة لازم يسلموا بوقت مناسب، لازم يخلصوها بنفس الوقت، نحن لازم نكون مستمرين بالعمل معهم. الشغلة الثانية، أنا هون عندي العمال، عندي بعاملين معاملة حسنة لأن هن المنتجين لإلي، هن بيمشوا المصنع. يعني هل هناك رؤية مستقبلية للسيد باسم لتطوير المصنع؟ نعم في عندنا في إن شاء الله لقدام بدنا نجيب مكان جديد، مكان كمبيوتر جديد CNC لنقدر نخدم الزباين أحسن وأسرع. يعني سيد باسم، افتتحت مصنع خاص بك يجسد فكرتك، دعنا نتحدث عن أبرز الخدمات التي يقدمها المصنع فوم. نحن المادة اللي بنشتغل فيها هي اسمها ستايروفوم. ستايروفوم هي مادة لينة طيعة بالعمل فيها، ممكن تتشكل بأي شكل بدنا إياه. فيها بنشتغل بطريقتين، طريقة اللي هي مانيوال ارتست سبيشال ارتست، كمان بنشتغل عندنا مكان كمبيوتر خاص للحفر بالبوليسترين هيدا. نحن طبعا الشركات أكثر شيء اللي متعامل معها هي كل شيء الماركتينج والإيفنتس، وبرضه الجلوبال فيليج إلى مكان كبير عندنا بالأعمال تبعنا. برضه نحن بنورد البضاعة للإنسوليشن كعازل حراري، بارابيت مولد للكونتراكترز، وعندنا كتير مجالات لإلها، شركات الألمنيوم، شركات الوود ووركس، يعني الكاربنتري، إلى مجالات كتير لاستعمالاتها للفوم هيدا. نعم، يعني هو جزء كبير من الفن. نعم. يعني سيد باسم، لو أردنا أن نوجه رسالة للشباب المقبل على العمل، ما هي رسالتك ستكون؟ الشباب لازم يكون عندهم أمل، بس غير الأمل إنه ما بيجي شيء بالحظ، يعني الإنسان بده يتعب ويتعب ويتعب ليوصل، وبده دائما ناس توقف حده وتساعده، يعني لازم، مش عيب إنه الإنسان يطلب من شخص معين يساعده ليقدر يبلش على الطريق الصحيح. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا.